السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا إخواني أخواتي ومتتبعي الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم وتحت طلب ديال الإخوان. المهم كما كتشوفوا هنا عندنا الشقة رقم 5، مشروع الرياحين سيكتور 1، هذه العمارة 3. الناس اللي طلبونا عنا باش نصوروا لهم هاد الشقه هذه. المهم كما كتشوفوا هنايا عندنا مازال ما داروش الفورما الارض باش يزلجوها، يعني مازال فيها الخدمه شويه. كما كتشوفوا الناس اللي طلبونا باش نصوروا لهم هاد الشقه هذه، كما كتشوفوا هنايا مازال يلا كيحطوا في الرمله والتوفنا باش يديروا الفورما هنا. المهم هنا عندنا هذه الكوزينه، هنا عندنا الكوزينه يلاه كما كتشوفوا مازال الاصلاحات ومازال الخدمه هنا شويه، ولكن الحمد لله الخدمه راه غاده على قدم وساق. كما كتشوفوا هنا عندنا التواليت والدوش مازال مازلجوش. المهم تحت الطلب ديالكم احنا راهنا الاشاره ديالكم. هنا عندنا بيت اللي فيه الباركون، بيت نعاس عندنا هنا هذا الباركون هذا كما كتشوفوا، هذا بيت النعاس كما قلت لكم. هنا كنجيو هنا للباركون كنطلو على البساتين وعلى الشارع الطريق الرئيسيه. هنا كاين بيت كما شفتوا الصاله، هذه الصاله مربعه، هذه الشقه هذه فيها الصاله مربعه، يعني عندها سيجور قبلت الكوزينه. المهم ان شاء الله نمشيو معكم هنا للبيت الاخر. كما تشوفوا الرمله والسلعه ديال الفورما محطوطه باش يديروا الفورما باش يزلجوا الارض. المهم كما كتشاهدوا اخواني اخواتي الخدمه راه مازال على قدم وساق، يعني مازال الخدمه هنا في الشقق هنا في مشروع الرياحين السيكتور 1. الناس اللي كيطلبونا بزاف، حنايا ان شاء الله غنجيوكم بدقه بدقه ونطلبوا من الله يسهل على الجميع. المهم اخواني اخواتي احنا كنغامروا معكم باش كنعطيوكم اخر الجديد، ونتمنى ربي ما يحشمناش. هنا عندنا كما شفتوا عندنا الكوزينه مازال ما بديناش ليها الطابله والفينيسيو مازال ان شاء الله. هنا عندنا بيت. المهم غنخرجوا نمشيو معكم للشقه اخرى ان شاء الله. كما شفتوا الصاله، كما شفتوا الصاله باش نذكركم هنايا قلنا عندنا السيكتور 1، عندنا العماره 3، عندنا الطابق الاول. هنايا مشينا لكم الشقه رقم 6، الشقه رقم 6 كما كتشوفوا. الناس اللي باغين يتعرفوا على الشقه رقم 6 العماره 3 مشروع ومشروع الرياحين سيكتور 1. كما كتشوفوا هنا عندنا البيوت، هنا عندنا عندنا الصاله طويله، عندنا الكوزينه، عندنا الكولوار، يعني راه بحالها بحال الفصاله اللي كاينه في السيكتور 2 والخمسة والستة والسبعة والثلاثة والربعة والتسعود. المهم هنا عندنا البيوت كما شفتوا، هنا عندنا بيت فيه الباركون حتى هو، هنا الباركون هذا كيطل على الداخل ديال السيكتور كما كتشاهدوا متابعي الكرام. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وحنا كنعطيوكم تنعطيوكم شي حاجه تحت طلب ديالكم وديال المشاهدين الكرام. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، وتحياتي لكم جميعا. وما تنسوناش الى عجبكم المحتوى وعجبكم الفيديو، ما تنسوناش بالدعم في هذه القناه هذه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوناش بلي لايك ولي كومونتير. المهم كما كتشوفوا هنا عندنا الصاله، هنا عندنا الصاله طويله، هنا عندنا الصاله طويله. المهم هذا كل ما يتعلق بهذا الفيديو هذا، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم،
وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.